كتير كذا كورس. ممكن تتخلصي من حياتك بسبب حب؟ زمان وانا صغيرة عملت كده. انتحرتي؟ كنت هتموتي؟ كنت هموت. وبعد ما عدتي من المسألة حسيتي بيها ايه؟ حسيت اني هايفة. ليه؟ لان مفيش حد في العالم تقدر تخلص حياتك عشانه. يمكن مفيش راجل يستاهل، لكن الحب كحب يستاهل. ما هو الحب ده ما بيبقاش من شخص للهوى. هو بيبقى حب مبني على وجود اتنين، لازم الاتنين يكونوا بنفس الكفاءة وبنفس القدر. لما بتكبر شوية دماغك بتفكر. بس انا انتحرت كان عندي 16 سنة يعني. ف 16 سنة ده هفكر فيه. انتحرتي مرة تانية صح؟ قبلها مرة 15. 15. طب لما تجربة الانتحار الأولى 15 ليه كررتيها؟ هيافة بقى، هيافة عيال. للدرجة دي كانت حياتك رخيصة؟ ما كانتش مهمة قوي أيامي. ما كانش فيها أهمية. عمرك ما تفكري في الانتحار؟ لا طبعا، الأفكار عامة اختلفت، يعني اختلف ثقتي في ربنا، اختلفت عن زمان ودلوقتي. أنا ما كنتش ناضجة كفاية عشان أخد قرارات بجد مصيرية. أنا لو كان حد زقني كنت بقعد أعيط 6 أيام.